وللمزيد معنا من ميناء أبو سمبل البحري بمدينة أسوان مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية ضعنا في الصورة لديك. نعم، لازالت الجهود المصرية مستمرة في استقبال الوافدين من معبري قسطل وأرقين، وأيضا يعني خاصة ميناء أبو سمبل النهري الذي يستقبل العائدين من معبر قسطل عبر العبارات التابعة لمحافظة أسوان، وأيضا العبارات التابعة للقوات المسلحة. منذ قليل يعني رأينا توافد الحافلات من مدينة أسوان وصولا إلى هنا في ميناء أبو سمبل النهري استعدادا لاستقبال الوافدين عبر العبارة التي تأتي بعد قليل من مرسى حجر الشمس وصولا إلى ميناء أبو سمبل النهري. لكن بالقرب أكثر إلى الجانب السوداني ومعرفة ردود الأفعال لدى الجانب السوداني، كان لنا متابعة خاصة اليوم وتواصل مع السفير عبد القادر عبد الله وهو قنصل السودان في أسوان لمعرفة الوضع الذي يتم في أسوان، وأيضا الجهود التي تتم من قبل السلطات المصرية بالتنسيق بالطبع مع القنصلية المصرية والقنصلية هنا في أسوان. أكد لنا أو أولا وجه السفير عبد القادر عبد الله الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعطاء توجيهاته لكل السلطات بالوقوف بجانب شعب السودان الشقيق وتقديم كل الخدمات التي تسهل عملية انتقالهم عبر معبري قسطل وأرقين. ثم وجه أيضا الشكر إلى المسؤولين هنا في محافظة أسوان على تسخير كل الإمكانيات اللازمة لتسهيل عملية الانتقال من زيادة في العبارات والأتوبيسات والقطارات وحتى الطواقم العمل داخل معبري قسطل وأرقين، وأيضا أكد على استمرار متابعة الحالة الصحية واستمرار عمل المستشفيات على مدار الساعة. وبسؤالنا له عن مدى أهمية إضافة العبارة الجديدة التي استحدثتها محافظة أسوان، أكد أنها هذه لفتة رائعة وقرار حكيم من السلطات المصرية، لأن هذه العبارة أدت إلى عدم أو تخفيف الازدحام إلى على التوافد، خاصة أن هذه العبارة أصبحت تعمل يوم الجمعة وتعمل حتى ساعات الليل بعد إضافة ومد أعمال الإنارة الخاصة بالمسار الملاحي. وأيضا يعني أشار إلى نقطة هامة فيما يتعلق بالمبادرات الشعبية التي تقدم للشعب السوداني الشقيق في مسألة فتح المنازل في أسوان هنا وفي مدينة أبو سمبل. أكد على أن هذه الروح عملت على امتصاص الروح النفسية أو الحالة النفسية للسودانيين الذين تركوا منازلهم في السودان، لكن هذه المبادرات الشعبية وفتح المنازل هنا في مدينة أسوان أعادت الروح المعنوية مرة أخرى لشعب السودان الشقيق، ونقل أيضا شكر شعب السودان الشقيق للمصريين وللسلطات المصرية ولشعب أسوان أيضا على يعني فتح المنازل وعلى تقديم كل العون خاصة في موقف كركر من الحافلات وأيضا شركات الاتصالات التي تساعدهم في الاطمئنان على ذويهم. وأكد أن يعني السلطات السودانية تنسق مع السلطات المصرية على مدار الساعة لتسهيل عملية يعني عبور الوافدين من معبري قسطل وأرقين على مدار الساعة، وأيضا يعني أكد على أن الأغلب الذين يأتوا إلى هنا إلى محافظة أسوان هم من الأسر الذين تركوا منازلهم في الخرطوم تحديدا، لكن هناك بعض الأسر الأخرى التي تتجه إلى الولايات داخل السودان لأن بها أصبحت مناطق آمنة. وأكد على أن هناك يعني مناطق كثيرة داخل الخرطوم أصبحت آمنة حتى يعني في هذا الوقت تحديدا، وأكد على استمرار هذه الخدمات والتنسيق الدائم لتتم كل الخدمات والتيسيرات لشعب السودان الشقيق القادم عبر معبري قسطل وأرقين. حالة العمل هنا تستمر حتى نهاية هذا اليوم وحتى في وقت متأخر من الليل فيما يتعلق بسيارات الإسعاف التي تجوب مدينة أبو سمبل، وأيضا المتابعة الصحية في معبري قسطل وأرقين، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية التي قدمت لليوم الثاني على التوالي اتضحت العملات للشعب السوداني الشقيق في معبري قسطل وأرقين. شكرا جزيلا لك محمود جميل من ميناء أبو سمبل البحرية، كنت معنا من هناك.